أوقفنا غسيل الكلى في مستشفى الشفاء لعدم وجود الكهرباء والماء. طبعا المشكلة إنه أكبر مركز لغسيل الكلى في غزة في مستشفى الشفاء، في 1200 مريض في غزة بيغسلوا كلى، 500 منهم في مستشفى الشفاء. هدول المرضى الآن لا يستطيعوا غسيل الكلى، المفروض أنهم يغسلوا 3 مرات بالأسبوع، كل مرة 4 ساعات. إذا ما غسلوا خلال أسبوع كلهم بيموتوا للأسف. في مراكز أخرى المشكلة إنه هذه المراكز ما عندها استيعاب، حتى في المراكز الأخرى بسبب عدم وجود المحاليل والصيانة لأجهزة الغسيل. فاللي حاصل إنهم قاعدين بيعملوا غسيل ساعة واحدة مرتين بالأسبوع للمرضى في هذيك المراكز. فالآن يعني الوضع راح يكون كارثي لهدول المرضى، 1200 مريض. المشكلة إنه هؤلاء لا يحسبوا كضحايا مباشرين للحرب، هدول بيموتوا من الأمراض تبعتهم، لكن يعني الصحيح هم ضحايا للحرب. بيقولوا إنهم بدهم يعملوا إخلاء، لا يمكن عملية إخلاء بهذه الضخامة إنها تجري. لا يوجد إمكانيات لدى المستشفى الشفاء لعمل لإجلائهم، لا يوجد ناس كفاية إجلائهم، وخاصة إنه هذول المرضى في مستشفى الشفاء هم من أكثر المرضى يعني وضعهم حرج جداً.